احنا في مطعم 19 سنتشري فهذه مره زي ما شايفين احنا الوحيدين هنا. انت يا اطول يا تولا اديوس مولا لاكيت اوتش. ممنوع التدخين في المول بس برضو في ناس ما يتعلموا الله يهديهم. انا في مطار الرياض، شوف المنظر كيف رهيب، هم بيصلوا بيعبد الله، المنظر هنا شيء جميل. اليوم اول يوم دوام لي فبرجع جدا الحمد لله. هذه الفكرة اول مرة اشوفه في اي مطار في العالم، موجودة كتب هنا اي واحد يقدر يقراها ويرجعها قبل ما يعني يدخل الطيارة. فكرة جيدة جدا. ايمان تعالي شوفي احد رسمك. You like that? Oh, it's very beautiful. You like that? Look. مكتوب إيمان على قميصها. That's a different Iman. That's not إلا. Someone drew her. Say thank you, Rehan Bukhari. Thank you, Rehan Bukhari. That's a different Iman. رايحين أزوم اليوم. أنس بيسألني ليش الرجال ما في؟ لسه ما يعرف العادات هنا. قلت له كذا الرجال ما يشوف الحريم. السلام عليكم ورحمة الله. بدر الجرس يعني خلصنا بس بصور. ايوه اسمك؟ حتان عطار. احمد عمودي. اهلا وسهلا، قابلته من الانترنت، مره طيبين متحمسين شباب. حتان يبغى يتزوج ف اللي يبغى يتزوج لو في حريم يعني طيبين ها ترى راسلوني بساعدك. دوبني رجعت البيت بعد مقابلة حتان واحمد، شكرا لمقابلتي، انبسطت معاكم، الله يحفظكم من كل شر. اللي يتفرج عليها في اليوتيوب ويبغى يقابلني في جدة بيسوي جمعة يوم الجمعة في الليل بعد العشاء على طول في تاريخ 2 مايو، 2 شهر 5 الموافق 2014 ميلادي. روحوا صفحة الفيسبوك حقي بعلن الموقع هناك والتاريخ. اللي يبغى يقابلني الله يحييكم، انا احب اقابلكم. دوبنا دخلنا السيارة وإيمان تقول What did you say Iman? You're hot? I'm hungry. What about hot? Are you hot? Yeah. مرة حر في السيارة هنا أول ما ندخل. أنا في الدانوب دحين أول مرة أشوف حفاضة للرجال، هذا جديد يمكن للرجال اللي عنده مشاكل الله اعلم، بس اول مره اشوف حفاضه للرجال. امي تقول موجوده هذه الحفاضات في بريطانيا من اول، فالحمد لله الذي عافانا، بس اكيد للناس اللي عندهم مشاكل. في المطار بروح الرياض مره ثانيه شوفوا كيف الزحمه. حس شوارع الرياض زي شوارع جده، زحمه كلها زحمه وبواري. هذه غرفة الفندق اللي أنا فيها. أهم شيء النادي، النادي فيه مبنى ثاني. لازم أروح المبنى الثاني. هاي. وقاعد أمشي في شوارع الرياض. بمشي للفيصلية. شكل المبنى رهيب صراحة. شوف البس النايمة برا المطعم. سبحان الله. حلوة. هذه المنطقة مرة حلوة، في عشب هناك نظيف. في كثير ناس سأل كيف الحياة هنا، طبعا في أشياء في إيجابيات وسلبيات زي بريطانيا، بس عموما بجد راحة نفسية يعني جنب الأهل جنب الوالدين، في مساجد تسمع الأذان. صح لي بس أسبوعين وثلاثة وفي مشاكل كثير، بس برضه بجد راحة نفسية جنب الأهل. نشوف كيف ايش حيصير، نشوف كيف الاوضاع تمشي بعد مده، بس ان شاء الله خير. تقول بريطانيا هنا مع الحشيش والاشجار ما شاء الله. سمعنا الاذان. مشكله ابغى امشي هناك بس ما في رصيف، لازم امشي في الشارع زحمه وهذا شارع عام، فما ادري كيف اروح هناك. ايش اقول لكم، خلصت من عمل متأخر اليوم الساعة 7 شوية مساء، مع اني بدأت مرة بدري،
اخر شيء اللي كنت ابغاه ادخل واحد ادخل تاكسي والسواق ما يعرف يسوق. المشوار من العمل للفندق مفروض 10 دقائق. قعدت في التاكسي تقريبا ساعة. ما اعرف كيف من فين جاب السواق ما يعرف، يعني السواق كان باكستاني بس ما كان يعرف الطرق، ما كان يعرف كيف يوصل للفندق. اضطريت انا اقول له بجي بي اس، حتى قبل ما نوصل الفندق قلت له يلف يمين، قل لا 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 هناك يسار. طلع لف يسار والطريق كله غلط، اضطر ياخذ يتان، رفع ضغطي يعني كثير. المهم ما اعرف ليش يعني واحد سواق تاكسي ما يعرف الطرق، ما يعرف كيف يوصل، يعني 10 دقائق كان المشوار ما كان يعرف يوصل هنا. لو بريطانيا سواقين تاكسي يدرسوا 4 سنوات يعرفوا كل الطرق بدون خرائط ولا شيء، يعرفوا كل الطرق. يلا الله المستعان، الحمد لله وصلت الفندق منه. Now can you repeat the order please? Now tell me what I order. Tell me what my order is. Now tell me what my order is. What did I order? Now I don't want to shish tawuk. No, I want you to tell me. قل لي ايش طلبت. قل لي ايش طلبي عشان ابغى اتاكد. ما تتكلم عربي. I ordered something with you right now. Can you please tell me what I ordered? Yes, please. Yes. Yes. No, medium well. Medium well. Yes. Yes and soup. Okay. Thank you. Okay, thanks. ما يفهم. ما يفهم لا انجليزي ولا عربي. كيف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اليوم مو يومي. ما تصدقوا. كنت حروح النادي دحين. واحد دق الباب فاجئوني بكيكة عشان عيد ميلادي هذا الأسبوع. أنا ما أحتفل بعيد ميلاد بس عندهم في السيستم عيد ميلادي، فشكلي حاكل الكيكة هذه بدل ما أروح النادي طبعا حتى ما يترمي. كثير علي بس ياليت أحد معايا يشاركني. نقطة سريعة، لأني قريت كثير تعليقات منكم ما فهم قصدي، لأني تكلمت في آخر مقطع أن المحلات قفل وقت الصلاة. ابغى اوضح اني ما عندي مشكله المحلات تقفل وقت الصلاه ابدا، بس المشكله اللي عندي انه المحلات تقفل ساعه او اكثر وقت الصلاه، هذا المشكله. الصلاه والوضوء كله مع بعض 10 دقائق او ربع ساعه، المحلات ليش تقفل ساعه؟ حتى بعض الشغالين فيها ما هم مسلمين اصلا ما يصلوا، فتعطيل على الناس. هذا الراي الخاص، احترم رايي وانا احترم رايكم. فزي ما قلت لكم ما عندي مشكله المحلات تقفل وقت الصلاه، بالعكس انا اصلي الحمد لله مسلم، بس المشكله اللي عندي انه محلات تقفل قبل الصلاه، قبل الاذان بعض الاحيان بثلث ساعه، وتفتح بعض الاحيان بعشرة وربع ساعه بعد ما يخلص الصلاه. ليش